وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الحديث. قال اشتروا أنفسكم. اشتروا أمر، والأمر كما هو معلوم عند أهل البلاغة هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء بإحدى صيغ الأمر، هذا هو الأصل في الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا من أجل أن يكون عاليا عليه، فإذا لم يأتي الأمر على غرار ما ذكر في التعريف يكون هذا الأمر قد خرج عن مراده ويخرج عن مراده وعن أصله لأغراض، وهذا الغرض الذي من أجله خرج هذا الأمر هو الإرشاد والنصح. ولذا قال اشتروا، قال اشتروا، كلمة الشراء تنبئ عن رغبة، فإنك لا تقدم على شراء شيء إلا لأنك ترغب فيه. فما رؤي شخص إلا إن كان سفيها، ما رؤي شخص يشتري شيئا إلا عن رغبة. ولذا قبح الله عز وجل صنيع المنافقين إذ قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فإنهم لما اشتروا الضلالة وجعلوا الثمن هو الهدى قبح الله عز وجل فعلهم، لأنهم ما أقدموا على هذا إلا من محض رغبة في نفوسهم، لأن الشراء يدل على وجود رغبة.